ومن السمع والطاعة لله ورسوله، السمع والطاعة لأولي الأمر بالمعروف لا بالمنكر، بالمعروف من حق، إذا أمروا بشيء من حق الله عز وجل أو أمروا بشيء من حقوقهم هم فيسمع لهم ويطاع في غير معصية الله، وإذا أمروا بما يخالف الشرع فلا سمع ولا طاعة لكن لا يخرج عليهم، يصبر عليهم وعلى جوهم. فهذا من دين الله عز وجل، السمع والطاعة، تدين بالسمع والطاعة لولاة الأمر من العلماء والحكام، إن العلماء يبينون الأحكام والحكام ينفذون، وهم المرجع عند الأمن والخوف. واجب من واجبات الشريعة، أصول الديانة، السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، أن لا يسمع لهم ولا يطاع في المعصية، ولكن لا يخرج عليهم إلا أن يرى كفر بواح عندهم من الله في برهان، وتتحقق القدرة إزالة ذلك من غير مفسدة الراجعة. الأمور يفتي فيها أهل العلم، يجمع لها أكاب، قضايا مصيرية، قضايا الأمة ما يتكلم فيها أحد مفرده، ولا يفتي فيها أحد مفرده، ولا يدخل فيها من ليس من أهلها، ولا يشغل نفسه بها. هذا من أصول الديانة، السمع والطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولمن أمر الله ورسوله بالسمع والطاعة له، كالوالدين وكالمرجع من قاض أو مفت أو محتسب أو نائب لولي الأمر في شيء من اختصاصاته، وزير نحوه، المعروف لما طاعة في المعروف، إذا أمر معصية الله فلا سمع ولا طاعة. هذا دين، دين وأصل من أصول الديانة عند أهل السنة والجماعة. هذا الأصل اليوم صار منكرا عند الناس، صار مجهولا، صار الناس ضده، يأمرون بضده ويربون الأجيال على ضده، على التمرد على ولاة الأمور، على التمرد على أحكام الشريعة بأنواع الحيل والتأويلات الباطلة، حتى يقر الشرك الأكبر والكفر الأكبر. فيطاع للديمقراطية والدستور ولا يطاع لله ولا للرسول ولا لأئمة المسلمين من العلماء والأمراء. انظروا كيف العجائب المفارقة، وهذا مما يبين غربة الإسلام. الإسلام غريب بين أهله، ولذلك قال بعض العلم: أما إن أهل الإسلام لا يقلون بل يكثرون، ولكن أهل السنة يقلون. قد تحقق، فانظر في أصل من أصول الديانة الآن صار الآن سخرية من يذكره، من يوصي به، من يستقيم عليه، سخرية للناس، ويوصف بالأوصاف البذيئة، ويوصف بالمداهنة، ويوصف بالعمالة، ويوصف ويوصف. إذا كان الذين يعتنون بهذا الأصل ويستقيمون عليه عملاء لمن أمر الله عز وجل بالسمع والطاعة له، فنعم ذلك، نعم ذلك. لكن هؤلاء عملاء لليهود والنصارى والمجوس وأشباههم، أقاموا مقامهم في حرب الإسلام، حرب أهل الإسلام والتنكر لمذهب أهل السنة والجماعة.